الحقوني، ابن القطر هيعدي عليه. الحقوني، الحقني يا اسد سيمبا. الحقيني يا ماما، القطر هيجي وانا رجلي وجعني ومش قادر اقوم. الحقوني، انقذوني وانقذوا ابني الغلبان اللي عمال يعيط دوت. يا حبيبي يا ابني يا اسد سيمبا الحقني. يا خبر يا خبر، انا سامع حد بيستغيث وبينادي عليا. شكل كده الواد اردون كل مره يروح يلعب عند القطر. انا لازم انقذه بسرعه. اعمل ايه؟ البس ايه؟ باتمان عشان اخده وطير، احسن القطر يدوسني معاه. يلا بسرعه يا اسد الغابه، انقذ القرود الصغير. تعالي لي كده يا ايس كريم الجميل انت، ده انت طعمك حلو قوي. هم نم 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 نم. الله، بقيت باتمان. يلا بسرعه يا اسد سيمبا، روح انقذ اردون الصغير. ها انا جاي يا اردونة. انا جاي لك يا اردونة، ما تقلقيش. ايه قوليلي؟ الحق ابني، ابني واقف عند القطر، هو مش عارف يطلع. أرجوك انقذه يا ملك الغابة. ما تقلقيش. الحقني يا عمو باتمان الأسد، الحقني أنا خايف. ما تقلقش يا أردون يا صغير، أنا جاي لك انقذه. يلا بينا. هوبا. الله، متشكر جدا يا عمو باتمان، ده كان القطر هيدوسني. لا لا لا، بعد الشر عليك يا أردون. بقولك يا أمو أردون، خلي بالك منه عشان المرة الجاية مش هعرف انقذه. انا متشكرة ليك جدا يا باتمان، شكرا ان انت انقذتنا. ولا يهمك، باي باي. هي سلام عليا وانا سايق العربية التريلا دي. يا خبر، العربية هتتقلب. بالحقوني، انقذوني، انقذوني يا ناس، انقذني يا ملك الغابة، العربية اتقلبت، هو مش عارف انقذها. يا ملك الغابة الحقني. ياه، ده انا ارنب ضعيف قوي ومش قادر اشيل العربية. الحقني يا ملك سيمبا، الحقني يا ملك سيمبا. ياه، ارنوب بيطلب المساعدة. اكل ايه؟ اكل ايه؟ ده هو العربية بتاعته مقلوبة وعايز حد قوي جدا. انا هاكل ايس كريم هلك عشان اكون قوي وبعضلات. يلا تعالي لي هنا يا ايس كريم هلك. هم نم 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 نم. يا سلام عليا وعلى قوتي، انا جاي لك يا ارنوب عشان انقذك. حلو قوي الايس كريم دوت، عشان يحولني لبطل خارق وانقذ كل المحتاج. خير يا ارنوب، ايه اللي حصل؟ الحقني، الحقني يا هلك، الحقني. العربية بتاعتي اتقلبت، وانا ارنب ضعيف جدا ومش هقدر ارفعها ولا هقدر اشيلها. انت شايف عضلاتي ما عنديش، انما انت الاسد سيمبا هلك القوي، ممكن تساعدني؟ طبعا طبعا يا ارنوب. ابعد كده شوية عشان العربية ما تجيش عليك. تعال عشان انا اللي هرفعها. يلا هيلا هوبا. الله اكبر علي، الله اكبر. انا كده مبسوط جدا وشلتها لك اهوت يا سي ارنوب. انا متشكر جدا ليك يا هلك يا اسد يا شجاع، انا متشكر. العربية دي ما تعرفش دي عليها قصات وكنت خايف عليها جدا. ما تقلقش يا ارنوب. يلا وخلي بالك من الطريق بعد كده عشان خاطر ممكن ما تلاقينيش. حاضر حاضر، شكرا جدا يا هلك يا اسد يا شجاع. ولا يهمك يا ارنوب، يلا مع السلامة. مع السلامة. سيبني يا نمر اسود، سيبني، حرام عليك. استني يا غزالة، استني يا زروفة، خليني اكلك، ده انا جعان جدا. سيبني، حرام عليك يا فهدي اسود انت. اوعى يا نمر اسود، الحقوني، الحقني يا اسد سيمبا، النمر الاسود عايز ياكلني. استني يا زروفة، ده انا جعان ومش هسيبك، استني. هي خبر، زروفة وقع في ورطة كبيرة جدا، انا لازم انقذها. اكل ايس كريم ايه؟ اكل ايس كريم ايه؟ ايوه سبايدر مان حلو، عشان خاطر النمر الاسود ده شرير جدا ولازم انقذها منه. انا جايلك يا زروفة ما تقلقيش، ده هي صعبانة عليا جدا، انا جايلك بسرعة. تعال لي هنا كده يا ايس كريم يا سبايدر مان. هم نم 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 نم. الله عليا، يلا بسرعة يا ملك الغابة، روح انقذ زروفة.
استنى عندك يا نمر اسود، انت مفكر الدنيا سايبة ولا ايه؟ ايه ده سبايدر مان، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي هنا عشان انقذ الزروفة اللي انت عايز تاكلها. خد يلا خد العنكبوت، خليه ياكلك ويحبسك. لا 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 بلاش يا سبايدر مان، خلاص مش هاكلها، بس سيبني. لا طبعا خد جزائك. انا متشكرة جدا يا سبايدر مان، متشكرة جدا يا اسد الغابة، انت انقذتني. ولا يهمك يا زروفة، احنا لازم نخدم جيراننا ولازم اخدم كل حيوانات الغابة. النمر دوت شرير جدا وانا حبسته في الشبكة العنكبوتية بتاعتي. متشكرة جدا ليك، انقذني يا اسد الغابة، انقذني زي ما بتنقذ حيوانات الغابة كده. ما اقدرش انقذك يا نمر اسود، انت شرير جدا، حتى اسمك باين على لونك. امشي يلا، اتحبس في الشبكة العنكبوتية عشان خاطر تنول جزائك. انا اسف، سامحوني سيبوني. لا طبعا مش هنسيبك. انا متشكرة جدا يا اسد الغابة، ولا يهمك يا زروفة، ويا ريت ما تمشيش في الطريق لوحدك، لازم يكون حد معاك عشان تساعدوا بعض. انا مش عارف هبقى باتمان تاني ولا لأ. ماشي يا اسد الغابة، مع السلامة. اتفضلي يا زروفة. هي خبر يا خبر، ايه اللي انا شايفاه من بعيد دوت؟ يا نهار ابيض علينا، الحق يا حمار، شفت اللي حصل؟ شفت الديناصورات الضخمه العملاقه ديت جايه الغابه تموتنا كلنا؟ يا خبر يا خبر، انا خايف على نفسي، ده انا حتى ما بفكرش خالص. لا لا لا، انا لازم اهرب يا بقره. هي دوت هتهرب ليه يا حمار؟ حرام عليك، يلا الحقونا. صوت معايا يا حمار، هو انا كمان هصوت لوحدي في رمضان؟ يلا يا اخويا ده احنا صايمين. الحقنا يا اسد الغابة، انا حمار ما بفكرش. يا خبر عليا، بقولك يا بقور، انا ههرب قبل المغرب ما يأدي. استنى هنا يا حمار، هتروح فين وتسيبني لوحدي؟ لا لا يلا ننده على اسد الغابة يجينا بقوة خارقة من عنده. الحقنا يا اسد الغابة، انقذنا. الحقنا يا اسد الغابة، انقذنا يا ملك الغابة، الحقنا يا اسد الغابة. هي خبر يا خبر، انا سامع بقورة والحمار بيندهوا عليا، شكلي كده في مصيبة كبيرة جدا. انا لازم البس القوة الخارقة اللي فاضلة الاخيرة ديت. تعاليلي هنا خلينا مكلك. هم 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 هم. ايوه كده، يلا بسرعة طير عشان تنقذ بقورة. ها يا بقورة يا حمار، ما تقلقوش ما تقلقوش، الديناصورات انا قضيت عليهم كلهم بالقوة الخارقة اللي معايا. ها بجد يا اخويا؟ الحمد لله انك قضيت عليهم، ده احنا كنا مرعوبين، وكل الحيوانات اللي في الغابة هربوا هربوا مشوا واستخبوا كلهم يا اخويا، خايفون يفوت عليهم اذان المغرب. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وحبايبنا طيبين واطفالنا الصغننين بخير، واشوفكم في حدوتة جديدة. ومع السلامة، ما تنسوش اعملوا لي لايك واشتراك. باي باي.